أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما هو الجمع بين قوله تعالى قد أفلح من زكاها وبين قوله سبحانه فلا تزكوا أنفسكم؟ الجمع واضح، لا تزكوا أنفسكم يعني بالمدح والتكميل، تكمل نفسك وتمدحها. أما قد أفلح من زكاها يعني بالطاعة والعبادة هذا والأخلاق الطيبة. نعم، فلا تعارض بين الآيتين. نعم.